تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، أقام طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حفلا رسميا ضم عددا من المسؤولين الحكوميين والأعيان وشركاء الأعمال وأعضاء برنامج الولاء للناقلة وممثلي وسائل الإعلام من جميع أرجاء العالم. وقد شهد الحفل الإطلاق الأول لفيديو عام التغيير بصيغته ثلاثية الأبعاد لطيران الخليج، والذي يعتبر أحد أعلى العروض المرئية في العالم، حيث تم عرضه على جدار فندق فور سيزونز خليج البحرين. ويوضح الفيديو آخر التطورات التي مرت بها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، والتي تشمل تحديث الأسطول والإضافة إلى شبكة الوجهات وتحسين المنتجات وإطلاق الهوية الجديدة والتوجه الاستراتيجي بعيد المدى لاستمرار النماء. وقال رئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني إن البصمة الاقتصادية لصناعة الطيران واسعة النطاق، وهي تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات في جميع أنحاء العالم، مشددا على الدور الهام الذي تلعبه الناقلة الوطنية في التحول الاقتصادي لمملكة البحرين. وأشار الزياني إلى أن العام 2018 هو عام التغيير لطيران الخليج، حيث تنطلق الناقلة الوطنية نحو عهد جديد من تاريخها لتصبح الناقلة المختارة من قبل مسافريها، ولتضع بصمتها دوليا من خلال أفضل المنتجات المتاحة على الإطلاق. بهوية طموحة ورؤية مغايرة، تحلق الناقلة الوطنية إلى المستقبل من جديد بجناحين من الإصرار والأمل، ليعود اسم طيران الخليج إلى سابق عهده ويصبح العام 2018 عام التغيير. طيران الخليج انطلقت عبر هذا الإعلان نحو عهد جديد من تاريخها لتصنع بصمتها دوليا من خلال أفضل المنتجات المتاحة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني وربط مملكة البحرين بجميع قارات العالم. أولا يعني شفنا التوقيت مناسب أن اليوم وصول وفود من حول العالم نحب أن يكون لهم اطلاع على الخطة الجديدة للناقلة الوطنية، فهذه أول هدف. ثانيا يتخيل لي تشجيع المستثمر على الاستثمار في الخليج وفي البحرين بالذات، يتخيل لي الربط بخطة الناقلة الوطنية. فإحنا نبي من خلال المؤتمر اليومين الجايين بنتكلم عن الخطة التنموية، عن المشاريع، ويتخيل لي بدون سواح، بدون زوار، بدون خطة حق الناقلة الوطنية يعني ما تكتمل أي خطة اقتصادية. فاليوم شفناه وقت مناسب ومكمل للنقاش اللي بيكون يعني بيحدث خلال اليومين الجايين. استراتيجية طيران الخليج الجديدة من شأنها أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لها على المستويين الإقليمي والعالمي بالشكل الذي يتناسب مع اسم هذه الشركة العريقة وبدورها الرائد في تقديم خدمات النقل الجوي. ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية إذانا ببدء مؤتمر الخليج للاستثمار، إذ تلعب الناقلة الوطنية دورا محوريا في التحول الاقتصادي لمملكة البحرين. اليوم أطلقنا الهوية الجديدة لطيران الخليج والاستراتيجية الجديدة، هذا طبعا يتزامن بوصول أول طائرة من الأسطول الجديد من ضمن 39 طائرة مأمل أن تصل من الآن إلى عام 2023. وجود طيران الخليج في مملكة البحرين عنصر مهم لربط البحرين بدول العالم، كون البحرين مركز مالي عالمي، كون البحرين منفتحة على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وجذب الاستثمار الخارجي، من الضروري أن يكون عندنا طيران متميز وطيران فعال اللي يربطنا بوجهات كثيرة. تشمل استراتيجية طيران الخليج الجديدة تحديث الأسطول وشبكة الوجهات، إضافة إلى تحسين المنتجات وإطلاق الهوية الجديدة والتوجه الاستراتيجي بعيد المدى لاستمرار النماء. ويشار إلى أن شركة طيران الخليج ستسير في العام 2018 رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة، وستبدأ هذا الصيف تدشين رحلاتها إلى وجهتها الجديدة التي تشمل أبها وتبوك بالسعودية وبنغالور وكالكوت في الهند والإسكندرية وشرم الشيخ بمصر والدار البيضاء بالمغرب وباكو بأذربيجان. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.